مساء الليل عليكم، أنا هادر، يا رب تكونوا كويسين. حلقة النهاردة هنتكلم عن الجن العاشق، أسبابه، علاجه، وبيجي ليه. يا ريت تركز معايا لأن الحلقة دي انطلبت من الكل، وأنا كنت ناوي أجلها شوية، مش ده عشان شيء، بس لأني موضوعها حساس وشائك جدا وبيصيب ناس كتير بالريبة والشك. إيه هو الجن العاشق؟ وبعد اللايف بتاع امبارح طلعت الكتب اللي عندي، مذكرات المراجع والحاجات دي، وبدأت ألم وأجمع كل حاجة فيها. لو سمحت ركز معايا من أول الحلقة لآخر الحلقة. بالنسبة للناس بتسأل ليه المسجات ما بتوصلنيش على الفيسبوك، لأن لازم تخش على الصفحة تكون عامل فولو أو لايك عشان تظهر عندي في المسجر. هعمل لكم حلقة فيس تو فيس مع ناس هختارها على انستجرام او التيك توك، هتلاقوا تحت في الديسكريبشن الاماكن المواقع بتاعتي. اتمنى ان الفيديو ده بالذات تعملوا له شير على الجروبات عشان الكل يستفيد فيها. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو الجن العاشق، او ايه مفهوم الجن العاشق؟ الجن العاشق هو عبارة عن جن عشق انسان، ولما بقول انسان يعني ممكن يكون عشق واحدة او واحد، مش شرط على الست او شرط على الراجل. الجن العاشق او اللي بيعشق او المثل العشق بيجي بطريقتين، يا اما جن عابر يا اما جن مسلط. ازاي؟ الجن المسلط بيكون عبارة عن حد عمل لك جن او تسليط بنوع معين من انواع الجن، والجن ده دخل جسمك وعشقك، حبك وعشقك، وبالتالي اتحول لجن عاشق. طيب ايه الجن التاني، النوع التاني؟ النوع التاني اللي هو الجن العابر، وده اكتر حاجة بيصاب بيها الناس، اللي هو جن موجود في البيت دوت او في المكان ده، او مارر عليك وشافك واعجب بيك ومارس معاك العشق، سواء بقى كان من عمار البيت او من الطوارق او اي نوع جن، مش حكر على نوع معين، لا ده اي نوع جن. طيب بيجي لك منين الجن العاشق دوت؟ تقلع قدام المراية، بتطول في الحمام، احيانا بيجي للي عنده جمال شديد جدا، وده حالات بسيطة. استعراضك لجسمك قدام المراية، اسباب كتير جدا، هي دي اهم اسبابها. طبعا كل دوت ودوت بسبب ايه؟ البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايزكم تضيعوا حاجة في الحلقة دي، عشان كده الحلقة الوحيدة اللي انا كتبت كل شيء عنها بالتفصيل، عشان كده هتشوف عينيا بتنزل وتطلع كل شوية، محدش ترجمها زي ما ترجمتوها ان في جن وان في حد بيوصل للكلام. الجن العاشق، طيب اول حاجة انت لما بتبعد عن ربنا بالاذكار والقرآن بتتفتح حالة للشيطان ان يخش لك. الحالة دي بتزيد كل ما بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. انت بتقلع قدام مراية بفترات، بتستعرض، في ناس يعني بتستعرض اجسامها قدام المراية سواء رجالة او ستات بفترات، جلوسك في الحمام لفترة طويلة برضو بيعرضك للموضوع دوت، تزينك وتعطرك قبل النوم بطريقة ملفتة، النوم بثياب شبه عريانة، كل ده بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى بيسبب لك الجن العاشق. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الجن العاشق ده ممكن يكون من عمار البيت، ممكن يكون من الطوارق، ممكن يكون من اي نوع عابر عليك، ملوش حك بنوع معين. يبقى كده احنا عرفنا ايه هو الجن العاشق وبيجي منين الجن العاشق. طيب نشوف علامات الجن العاشق، اللي الموضوع ده في ناس كتير اختلفت فيه، وفي ناس كتير كل ما يحصل معها حاجة تقول جن عاشق. هرجع واكرر العلامات اللي انا بقولها دي مش حصرية، مش معنى ان عندك علامة من العلامات دي ان انت عندك جن عاشق، معنى العلامات دي انها لما بتتكرر كلها او معظمها لفترة طويلة واستنفذت كل طرق العلاج الطبية تلجأ للقرآن الكريم. غير كده مش مجرد ما يحصل معاك اي شيء تقول انا عندي جن عاشق، الكلام ده مش صحيح. طيب علامات الجن العاشق ايه؟ كدمات في الجسم، انا بتكلم من العلامات دي تبقى سواء للراجل او الست، تيجي كدمات في الجسم كله. طيب الكدمات دي بتيجي فين؟ الكدمات دي بتيجي في الرجل او في الصدر، واحيانا في الدراع بتيجي فيها. طيب ايه العلامات التانية؟ كثرة الاحتلام بالنسبة للراجل او الست بصفة ما يكونش ليها سبب طبي، بكرر ما يكونش ليها سبب طبي عشان نبقى عارفين.
صداع مستمر، العزلة، ده من أهم حاجات الجن العاشق أو المس العاشق، إنك بتحب تقعد لوحدك كتير وتنام كتير. بتكلم عن النوم الكتير، إنك تكون بتنام فوق ال 14 ساعة أو ال 12 ساعة في اليوم بصفة مستمرة، عايز تنام. ده برضو من علامات الجن العاشق. وقف الحال بالنسبة للست أو الراجل في الجواز، كل ما يتقدم لها واحد يروح وما يرجعش. عادة بيروح ما بيرجعش، لأن وقتها بيتجسد الجن فيها وبيظهر له بشكل قبيح فبيهرب وبيسيبها، والعكس صحيح. وقف الحال لفترة طويلة بدون سبب واضح. أحيانا الجن العاشق بيفرق بين الراجل ومراته لو تملكها وقت الزواج، بيربط الراجل، بيربطه جنسيا، أو بيسبب برود جنسي عند الست بتكره إن هي تقبل الراجل دوت أو إنها تقبل ممارسة الراجل ده. في بعض الأحيان بيسبب لها الإسقاط. الإسقاط عادة بسبب الجن العاشق بيتم، عادة بقول مش حاجة 1000000%، بس باللي أنا شفته وسمعته من ناس كتير، إن بيجي لها بعد حلم معين بكلاب أو بوحوش بتهجم عليها أو حد بيخبطها في بطنها. بيتم إسقاط الجنين عادة بعد 3 يومين أو 3 من الحلم ده المتكرر. دي كلها من علامات الجن العاشق أو المس العاشق. بتيجي أحيانا بتسمع زي أو بتحس بمعنى أصح نفسات، أنفاس معاك في الأوضة، وخصوصا وأنت نايم من ورا ظهرك، بتحس حاجة تقيلة على صدرك وقت النوم، حاجة طبقة على صدرك كأن حد فوقك، تحس بهواء سخن جنبك او من ورا ظهرك. الستات بتحس بزي نبض في الرحم. كل ده يا جماعة بتدي علامات ان في جن عاشق. في علامة انا مكنتش عايز اقولها موجودة، بس يعني هقولها بالامانة العلمية. في بعض الاحيان بتلاقي اثار للجن العاشق في المكان اللي انت فيه. الجن العاشق عادة أو في بعض الأحيان لما أنت بتخش أوضتك أو بتخش أوضتك وبتقلع ساعتك أو بتسيب موبايلك أو بتسيب نظارتك، بيجي بيحتك بالحاجات ديت بالظبط، بيحتك. أحيانا أحيانا تقوم تلاقيه في مكان غير اللي أنت حطيته فيه، يعني حطيت نظارتك أو ساعتك على الكوميدينو جنبك، قمت هتلاقيها بعيدة عن المكان اللي أنت حطيته فيها. لو أنت منتبه للمكان وإنسان دقيق أوي في الحاجات دي وعندك يعني ملاحظة جامدة، هتلاحظ إن مش دايما حد بيلاحظها. عشان كده مكنتش عايز أقولها، بس دي برضو من العلامات اللي بتبين إن عندك جن عاشق في المكان دوت. العلامات بتختلف من شخص للتاني، المس اللي هو مس العشق أو درجة العشق بتختلف. هل الجن بيكلمك؟ مش دايما، نادر جدا. انا في حياتي كلها ما شفتهاش غير مره ان يبتدي يوسوس لك بوجوده داخلك، ما شفتهاش غير مره بس. لكن حته ان هو يوسوس لك ان انا موجود في جسمك مع الرقيه ومع القران بيظهر، لكن غير كده انا ما شفتهاش. وفوق كل ذي علم عليم، ما اعرفش اذا كان تصدقوش كل اللي على النت. دي اهم علامات واسباب الجن العاشق يا جماعه. طيب العلاج ايه؟ العلاج بسيط جدا، القران الكريم. اي حد يقول لك في احرف نورانيه اجمعها مع بعض هتدي لك اسم وده اسم الله الاعظم، ده كفر، ده طلسم، ده طلسم. مفيش حاجه اسمها اسماء سريانيه مستخبي فيها اسم الله الاعظم. طب هو ربنا ما ادهاش للانبياء ولا الرسل ولا ليه؟ طب ليه ده لمحمد صلى الله عليه وسلم واخفاها عنا احنا وبعد كده نسال سيدنا محمد؟ طب ليه الناس ما عرفتهاش؟ مفيش حاجه اسمها اسم الله الاعظم موجود في تجمع الحروف دي وتحطها، او سر كاف هاء يا عين صاد، او سر حميم سين عين قاف. كل ده مش سليم يا جماعه، لو سمحتم انتبهوا كويس. طيب نبتدي في مرحله العلاج للجن العاشق. لو سمحتم العلاج ده مش حصري، بس مجرب من ناس كتير جدا انا اعرفهم والحمد لله، وفي ناس موجوده معايا في البث، لو ما عنديش مشكله انا تحط كومنتات، جربته والحمد لله جاب معاها نتيجه. طيب اولا ان انت تتطهر كويس قوي، تتطهر كويس قوي، تقرا على نفسك، مش شرط انك تروح راقي،
الذي أنت ضعيف الإيمان، تقرأ على نفسك سورة البقرة كاملة، سورة يوسف كاملة، سورة النور والرحمن كاملتين، وتقرأ عليهم آيات الحرق والعذاب. طيب آيات الحرق والعذاب إيه هم؟ سجل معايا لأن هم كتير شوية بس هينفعوك وهتحتاجهم في حاجات كتير. أنا مسجلهم عندي هنا واحدة واحدة، ياريت أنت كمان تسجلهم ورايا عشان هتحتاجهم. أول حاجة هتقرأ على نفسك سورة الكرسي، وهتقرأ على نفسك السورة 10 من آل عمران والسورة 116 من آل عمران، وهتقرأ السورة 181 من آل عمران، وهتقرأ السورة 56 من النساء، وهتقرأ السورة 37 من المائدة، وهتقرأ السورة 33 و34 من المائدة، وهتقرأ السورة 128 من الأنعام، أو الآية عفوا 128 من الأنعام، عفوا إذا قلت صور وهي آيات. بعد كده هتقرأ 13 و14 آيات من سورة الأنفال، وهتقرأ بعد كده الآية 50 من الأنفال، والآية 15 و16 و17 من إبراهيم، و49 و50 من إبراهيم، والآية 16 و17 و18 من الحجر. وبعد كده تقرأ 29 من الكهف، والآية 4 من مريم، والآية 97 من طه برضو هتتقري، والآية 39 من الأنبياء، والآية 68 من الأنبياء، الآية 98 من الأنبياء، الآية 9 من سورة الحج، آية 19 و20 و21 و22 من سورة الحج، الآية 15 و14 من سورة التوبة، 103 و104 من سورة المؤمنين، الآية 90 من سورة النمل، آية 24 من سورة العنكبوت، آية 66 من سورة الأحزاب، الآية 36 و37 من فاطر، الآية 8 و9 و10 من الصافات، الآية 16 من الزمر، الآية 19 من الزمر، الآية 6 من سورة غافر، الآية 72 من غافر، الآية 40 من فصلت، الآية 43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 50 من سورة الدخان، الآية 15 من سورة محمد، النجم إذا هوى هتقراها برضو، بعد كده هتقرأ الآية 48 من سورة القمر، والآية من 31 لغاية الآية 35 من سورة الرحمن، لغاية فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآية 51 و52 و53 و54 و55 من الواقعة، بعد كده الآية 5 و6 و7 و8 و9 من الملك، الآية 8 و9 من سورة الجن، الآية 14 و15 من سورة الجن، الآية 10 من سورة البروج، الآية 1 و2 و3 و4 هتقراهم من سورة الجن برضو، وهتقرأ سورة والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معلش أطولت عليكم، بس هي دي آيات الحرق والعذاب. وهتقرأ بعد كده سورة القارعة، الآية 8 و9 و10 و11 منها الآيات منها، وسورة الهمزة هتقرأ فيها من أول كلا لننبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة لغاية قوله تعالى في عمد ممددة من الهمزة. أنا عارف إنها طويلة بس لازم تكملوها. وهتقرأ الفتح 29، وهتقرأ قل يا أيها الكافرون، بعد كده هتحمد ربنا وتثني عليه. الآيات دي حوالي 30 آية أو 35 آية، أنا عارف إنها كتير. علاج الجن
العاشق صعب شوية، لأن هو شيء بيحبك وشيء متمسك فيك، وهو داخل عن حب مش داخل عن تسليط. طبعا ده لو هو جن عابر أو حتى لو مسلط، ما هو حبك، فبيبقى العلاج بتاعه صعب شوية وبياخد وقت لمدة شهر. هتقرأ على نفسك الآيات دي وهتقرأ الصور اللي أنا قلتها لك دي، طويلة وصعبة بس دي تتكرر، لازم تتكرر يوميا بصفة يومية لمدة شهر. علاج طويل، علاج طويل. ليه حل تاني؟ ملهاش حل تاني. تعرفش تقرأ؟ تسمعها. طيب قريت وبعد كده هتعمل ايه؟ اسمع معايا، تعمل ايه بعد ما تقرأ كل دوت؟ وطبعا عندك الاذكار اليومية والتسابيح اليومية دي لازم بصفة يومية. هتجيب زيت ريحان وزيت مسك اسود من عند اي عطار، هتخلطهم مع بعض بنسب متساوية، زيت ريحان وزيت مسك اسود، وتقرأ عليهم ايات الحفظ اللي هي يوسف 64، الرعد 11، الحجر 17، الإسراء 46 و65، الكهف 97، 54، ياسين 9، الصافات 7، الطارق 4، الأنبياء من 87 ل 90، وسورة الكرسي. دي آيات الحفظ هتقرأها على زيت الريحان وزيت المسك، ويوميا تدهن بيه جسمك وخاصة أماكن العورات. ده بالنسبة للراجل والست، لازم يديهن بيها لمدة شهر تقريبا. علاجه طويل، علاجه طويل. ليه علاج تاني؟ انا بديك العلاج الشرعي، ما بديكش طلاسم وتعاويذ. من اخطر ما يمكن، من اخطر ما يمكن، من اخطر ما يمكن، تعالج السحر بالسحر. ومفيش دجال بيعمل كده الا اللي مش فاهم، لان بيتقلب عليه هو، ما بيتسابش، ومش انت وانت كمان مش هتتساب. فلو سمحتم انا اديتكم الاسباب والعلاج من القرآن والسنة. هل في رقى تاني؟ طبعا هو كل نوع جن او كل نوع مس ليه رقية معينة. الرقية دي اللي انا اديتها لك اللي هي مجربة عن اصابة مس او جن العاشق، دي مجربة عند ناس كتيرة. اتمنى ان انتوا يعني تتبعوها وجربوا، واذا في حد عنده اي استفسار انا موجود. وبكرر، لست براقي او معالج، وما بستقبلش اي حالات رقي او علاج ولا لي علاقة بيها، انا مجرد باحث فقط مش اكتر. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم وتشيروها في الخير، واللي محتاج اي شيء اقدر اساعده فيه قلت لكم القناة دي للعلم والمعرفة، وكلنا نكون ايد واحدة مع بعض. لما محتاج اي شيء سيبها لي في الكومنتات تحت، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. انا هادر، مع السلامة.